والآن ينضم لنا من موسكو قسطنطين بلوخين، أستاذ الدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الروسية. أهلا بك أستاذ بلوخين. عندما يقول الكريملين إن مجموعة فاغنر ليس لها أي وجود قانوني رسمي داخل روسيا، إذا ضمن أي إطار وجدت هذه الشركة ووفق أي سياق كانت تتعاون معها القيادة الروسية في تنفيذ مهمات عسكرية كثيرة؟ نعم، هذا صحيح. هناك مشكل على مستوى القانون الروسي في هذا الخصوص، وهذا يشكل تحدي كبير بالنسبة لي المشرع الروسي. بالتالي على مجلس الدوما أن يسن قوانين وتشريعات خاصة بالشركات الأمنية الخاصة. إلى حد الآن ليست هناك تشريعات ولا قوانين تحكم هذه الشركات وتنظم عملها، بالتالي هناك ضرورة لسن قوانين خاصة بهذه الشركات الأمنية الخاصة. أعتقد أن هذا شيء جديد في روسيا، وروسيا ينبغي لها أن تنتقل إلى إطار تشريعي جديد. وهناك تجربة الآن تراكمت لروسيا، وهناك مجموعة من الشركات الأمنية الغربية كالأمريكية، منها بلاك ووترز. بالتالي على الروس أن يسنوا قوانين ويضعوا ضوابط لعمل هذه الشركات. وأعتقد أن الوقت حان للمضي قدما في هذا الخصوص. كما قلت، هذه هو في القانون الروسي. وفي نفس إطار التصريحات التي أعقبت الحادثة، الكريملين ينفي ضلوعه وراء هذا الحادث. بتقديرك، أمام من يحاول الكريملين تبرئة نفسه؟ بداية بالنسبة لبريغوجين، بريغوجين كان من ضمن الأوليغارش، والذي عمل بشكل طويل ولمدة طويلة في روسيا وخارج روسيا، وعمل على الكثير من الناس، وكان لديه الكثير من الأعداء. وبالتالي ينبغي أن ننتظر نتائج التحقيقات الخاصة التي تقوم بها السلطات الروسية الآن. لا أعتقد بأن الفرضيات الغربية التي تقول بأن روسيا أو بوتين هو من قتله، لأن بوتين أعطاه الكثير من الضمانات الأمنية. وبريغوجين في تصوري، بريغوجين قتل من قبل أوكرانيين في حد تقديري، وبريغوجين كان طبعا عدوا لأوكرانيا، وكان يشكل الخط المتصلب في السياسة الروسية تجاه الأوكرانيين. بالتالي تم استهدافه وقتل في يوم الاستقلال الأوكراني، وهذه حقيقة من الحقائق الماثلة أمامنا. وقبل هذا الحادث، حد قادة أوكرانيا كريل بودانوف قال في حديث صحفي أن أوكرانيا تحضر هدية لروسيا، واعتقد أن المقصود هي هذه الهدية ومقتل بريغوجين. واعتقد أن الأوكرانيون كانوا يخططون لهذا الموضوع وهذا الأمر منذ فترة طويلة. وبالنسبة لبوتين، ليس هناك من سبب يدعوه لقتل بريغوجين. نعم، كان هناك خلاف بينه عن الأسباب، فربما قد تتوافر. اسمح لي زميلي يحيى ربما أن ننتقل أيضا إلى مسألة الإجراءات الأخرى التي أعقبت هذا الحادث. هنا فرض اليمين الدستورية على منتسبي المجموعات العسكرية داخل روسيا، هل يحاول بوتين تحصين نفسه وسلطته والكريملين من أي تمرد محتمل، أم في أي إطار تدخل هذه الخطوة وهذا القرار؟ نعم، بالنسبة لي هذا الموضوع، لا أعتقد أن بوتين يحاول أن يحمي نفسه أو يقوي شوكته. بالنسبة لبوتين، لم يستهدف بريغوجين، وبريغوجين لم يكن بتلك الشخصية الكبيرة. بالتالي هذه المسألة هي مسألة
بيروقراطية محضة، وبالنسبة لي بريغوجين لم يشكل خطرا وجوديا بالنسبة لبوتين، لكن بعد ما حدث وبعد كل هذه الوقائع الآن مؤسسة أو شركة فاغنر ستستمر، وروسيا في المستقبل ستفرض قوانين وقيودا جديدة على عمل هذه المجموعات الأمنية، وأعتقد أن الأمر في المستقبل قد يتغير شيئا ما. بريغوجين وفاغنر لم تكن بذلك الولاء تجاه الكرملين، لذلك تم سن مسألة أداء القسم لكي يكون هناك مستوى من الولاء تجاه الدولة الروسية، وهذا مطلوب في كل البلدان. نحن نعرف من خلال تجربة بلاك ووتر الأمريكية، هذه الشركة الأمريكية لم تكن تسعى لتغيير النظام في واشنطن مثلا، لكن بريغوجين وفاغنر كانت تسعى لتغيير النظام في روسيا. بالتالي روسيا أدركت أهمية هذا الموضوع وإدراج مسألة القسم. شكرا جزيلا لوجودك معنا من موسكو، قسطنطين بلوخين، أستاذ الدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الروسية. شكرا لك.